إلى حدود اليوم معدل التساقطات المطرية بجهة الدار البيضاء بلغ رقما قياسيا حيث وصل إلى 550 مليمترا، رقم يفوق المعدل السنوي ب 220 مليمترا، معطى يبشر بموسم فلاحي جيد. هنا بمنطقة ولاد صالح ضواحي البيضاء، سعيد عبد المالك فلاحان ابن المنطقة تكبد السنة الماضية خسائر فاقت 35 مليون سنتيم، واليوم هما إلى جانب فلاحين آخرين متخوفون من استمرار التساقطات التي قد تعصف بمحصولهم. لحد الساعة الآثار إيجابية والتساقطات مزيانة، ولكن من بعد غادي تكون عندها مسائل سلبية، لأن من بعد 15 أفريل غادي تكون يعني الشتاء ملي كتسقط راه كتسقط مع الأمراض الفطريات، يعني ما نساوش هذا الشيء وخصنا معالجة. ولكن دابا وصلنا للمرحلة النهائية تقريبا ديال لأنه وصل الزرع. بالنسبة للمديرية الجهوية للفلاحة بالبيضاء تعتبر أن هذه التساقطات هي مهمة جدا بالنسبة للحبوب، وأنه لا داعي لأي تخوف، وأن ما يمكن أن يتأثر هي الخضروات وفي مقدمتها البطاطس. أما الحبوب الآن فهي في طور نموها بشكل سليم. التساقطات المطرية اللي عرفها يعني عرفتها المنطقة منذ انطلاقة الموسم عندها تأثير إيجابي على يعني الملء نتاع السبولة لغومبليساج بالنسبة للناس اللي هما زرعوا بكري، وبالنسبة للناس اللي زرعوا معطلين غادي تكون عندها تأثير إيجابي على الطاي، يعني على كيما اللي غادي يكون تبن كثير وعلى الغومبليساج. في حال استمرار التساقطات خلال هذين الأسبوعين القادمين وحده الشعير من قد يتضرر، أما باقي أنواع الحبوب فهي في مرحلة نمو طبيعية. وينصح أهل اختصاص الفلاحة عند ظهور بعض الأمراض في حقولهم باستعمال المبيدات الفطرية في هذه المرحلة.